مساء الخير، قالوا له لابو الجنيب ليش تمشي عوج؟ قال كل من يمشي على اللي صرف له. عاد ولا ربعنا السياسيين وخاصة حلفاء السيد الصدر، كل من عينه على مصالحه، وإذا تشوف موقف يتغير من جهة إلى جهة ثانية معناها الحليف الجديد طبخته أدسم والحليف القديم مخلصها نواشف. المهم المواقف من دعوة السيد الصدر للانسحاب صارت واضحة، لا الديمقراطي موافق ولا تقدم. ودليل هالشيء البيان اللي صدر اليوم بعد لقاء السيد الحلبوسي بالسيد البرزاني. ذكر البيان أكد الجانبان على أهمية إجراء انتخابات مبكرة بعد تهيئة المتطلبات القانونية ومستلزماتها وفق الآليات الدستورية. يسبقها تشكيل حكومة تتمتع بكامل الصلاحية، يعني نسخة طبق الأصل من رغبة الإطار التنسيقي وسبحان مغير الأحوال. لكن مع ذلك الغريب بالموضوع إلى الآن السيد الصدر معلق بخصوص خذلان الحلفاء، راح ينتقدهم ويهاجمهم مثل ما يهاجم الإطار لو يتركهم بحال سبيلهم، خاصة وأكو أمور دا تتحضر على نار هادئة وممكن تمنع البرلمان من عقد جلسته بعد الأربعينية. بالمناسبة الكل ركز على حلفاء التيار الصدري السنة والكرد ونسى الحلفاء الآخرين، وهنا أتحدث عن حركة امتداد اللي كانت مساندة للتحالف الثلاثي بجلسات البرلمان الأولى. هذه الحركة مو مشمولة بدعوة السيد الصدر؟ شنو موقفها؟ تنسحب من البرلمان؟ لا، الظاهر الجماعة أيضا متمسكين بمقاعدهم، لأنهم امتداد اكتفت اليوم ببيان يتضمن مبادرة مكررة لحل الأزمة السياسية. المبادرة تدعو إلى تشكيل حكومة مؤقتة وإجراء انتخابات مبكرة في أيلول العام المقبل، يعني مثل ما يقول أبو المثل بدلنا عليه ويبعلاوي. وبينما ننتظر موقف السيد الصدر اللي صار بمفرده بهذه الأزمة، غرد السيد بموضوع ديني سياسي بنفس الوقت، ديني لأنه يتحدث عن توصيات بخصوص الزيارة الأربعينية، وسياسي لأنه هذه التوصيات ما تصدر لو ما الأزمة السياسية الحالية خلقت مشكلة من لا شيء. هذه المشكلة تتعلق بالزوار الإيرانيين. السيد رفض التعدي على الزوار الإيرانيين باليد أو اللسان أو المنشورات، وهنا نسأل ليش كل هذه الضجة بخصوص الزوار الإيرانيين إذا الكل ما عنده مشكلة وياهم؟ وشنو المصلحة من خلق مثل هذه الأزمة؟ في كل عام يدخلون الآلاف والملايين من الزوار الإيرانيين، ما حد اعترض، شنو اللي تغير هذه السنة؟ لذلك إذا تركزون على التوقيت والتفاصيل تعرفون بأنه الموضوع أثير الجيوش الإلكترونية بتوصيات سياسية. يعني وصلنا مرحلة حتى المناسبات الدينية نستغلها للصراع والتسقيط، ويجوك بعدين يقولوا لك احنا نريد مصلحة المذهب. عن أي مصلحة تتحدثون؟ وأنتوا المصالح خلتكم مستعدين تشوهون مناسبات دينية مقدسة في سبيل تحققون أهدافكم الشخصية، وراح أناقشها بعد الفاصل.